ننتقل مشاهدينا إلى الفلبين لمتابعة وصول عدد من قادة دول العالم المشاركة في قمة آسيان. مشاهدينا الكرام، نشاهد الآن وصول عدد من قادة العالم إلى الفلبين للمشاركة في قمة آسيان. ونلاحظ أن الفلبين قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين مركز الفلبين الذي يستقبل هؤلاء القادة وتلك الزعماء، حيث هناك مؤتمر دولي وتقرر انعقاد اجتماعات القمة 31 لآسيان به، وتمركز مئات الجنود والضباط إلى جانب إجراءات تأمينية مشددة بالطبع بالآليات في محيط مركز المؤتمرات. هذا بالإضافة إلى المدافع المضادة للطائرات التي وضعت بمحيط المركز لتأمين من أي اعتداءات. إذن مشاهدينا، نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية لوصول عدد من قادة العالم للمشاركة في قمة آسيان في الفلبين. وهناك طبعا مراسم استقبال لها نوعية خاصة في هذه القمة، وعدد من التمركزات الأمنية والاهتمامات الأمنية التي وضعت لحماية هذه القمة. نعود مرة أخرى.